بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للمثال الذي سنشتغل عليه، سنأخذ مثال البكالوريا أحرار شعبة آداب والعلوم الإنسانية، عندهم 7 ديال المواد. بالنسبة للجهوي كاين يومين، ثم بالنسبة للوطني أيضا يومين. بالنسبة للمواد غادي نستعمل رموز ديال هاد المواد في شي إكسل. إذن المواد عندنا اللغة الأجنبية الأولى، تربية إسلامية، رياضيات، عربية، اللغة الأجنبية الثانية، تاريخ وجغرافيا، والفلسفة. بالنسبة للعدد ديال القاعات اللي غنعتمدو في هذا المثال هو 10 ديال القاعات. ثم بالنسبة للأساتذة اللي متوفرين عندنا، العدد ديالهم هو 27. إذا إلا غادي نقسمو 27 لدى عدد القاعات ديال 10، معدل الأستاذين لكل قاعة، غيبقاو عندنا 7، يعني 20 أستاذ في الحراسة و 7 ديال الأساتذة في الاحتياط. بالنسبة للاحتياط غادي نعتبرو قاعات، نقسمو إلى قاعات، يعني العدد يبقى عندي 7، إلا قسمتو على 2 غادي يعطيني 3.5، يعني 4. تنضيف كأن عندي 4 ديال القاعات، غنسميهم احتياط 1 2 3 4، على أساس كل وحدة منهم غادي يكونوا فيها 2، والقاعة الأخيرة غادي نشوفو باش يبقى فيها 1، باش يكون عندي في المجموع 27. إذا القاعات 10، وهذا الاحتياط اللي ضفت لتحت هو اللي غادي يبقاو فيه الأساتذة اللي غيكون عندهم احتياط. بالنسبة للمواد عندنا 7 ديال المواد، العدد ديال الأساتذة اللي متوفرين بالنسبة للمؤسسة هو 27 أستاذ. إذا غادي نبداو بملف جديد. بالنسبة لاسم المؤسسة نسميه مثلا إكزام. بالنسبة لعدد الحصص في اليوم، إلا رجعنا للأيام، يعني عندنا كاين أيام اللي فيها حصتين، يعني حصتين اللي كاينة، العدد الأقصى ديال الحصص في اليوم عندنا هنا اليوم الأول كاين 2، اليوم الثاني حصة واحدة. بالنسبة للوطني عندنا اليوم الأول حصتين واليوم الثاني حصتين، إذا العدد الأقصى بالنسبة لنا هو حصتين، يعني أنا عدد الحصص في اليوم غنديرو 2. عدد الأيام، بالنسبة لعدد الأيام عندنا 4، يعني عندنا يومين في الجهوي ويومين بالنسبة للوطني، إذا 4 ديال الأيام. نعم، هنا بالنسبة للعطلة الأسبوعية نديرو السبت والأحد، باش إلا رجعنا هنا للأيام غادي نلقاو بأنه غيعطينا 2 3 4 5. بالنسبة لهادو إلا كنا بغينا الطباعة عندنا في الأخير تكون مقدرة، يمكن نغيروهم سواء الآن أو يمكن لنا نغيروهم لاحقا على حساب المطبوعات، لأن هذا ماشي شي حاجة اللي مهمة. ثم غادي نديرو التالي. هنا معطيات ماشي ضرورية، يعني يمكن لنا نتجاوزوها مباشرة، نخليهم خاويين. الآن بالنسبة لإدخال المواد، بالنسبة لإدخال المواد غادي نمشي للإكسل. المواد اللي عندي هنا غادي ندير لهم نسخ، ثم هنا غادي ندير استيراد. إذا سيعطيني الرموز ديال المواد اللي استعملت، ثم غادي نضغط هنا سيعطيني الاسم والاختصار. إذا غادي ندير الاسم ثم استيراد، هنا موافق، ثم تالي إدخال فصول. ما غاديش نستعمل الفصول، ندير التالي يعني ما يكونش عندنا أقسام. إدخال الحجرات الدراسية، غادي نرجع لفيشي إكسل ديالي اللي فيه القاعات.
ثم غادي نرجع لهنا استيراد تنضغط سنعطي يعني هذا الرموز او الارقام اللي استعملت هي لي الاسم ثم استيراد موافق ثم تالي لان الاساتذه سنضغط الاساتذه اللي عندي ثم استيراد ندير هنا الاسم ثم استيراد ثم موافق التالي بالنسبة لنا في مباشرة ندخل على تغميني ولا إنهاء. الآن نذهب إلى الأساتذة ثم نختار مثلا أستاذ الأول حصص حصة جديدة بالنسبة هنا لاسم الأستاذ المادة اختاروا المادة الأولى بالنسبة للشعب بدون فصل الحصص حصة واحدة ونخليوها حصة منفردة يعني بغض النظر على المدة ديال حصص الامتحان غادي نعتبرهم كلهم جميع المواد فيهم حصة واحدة منفردة ثم بالنسبة هنا الحجرات نضيف هنا جميع الحجرات بمعنى أن الأستاذ يمكن لي يشتغل في جميع القاعات اللي ضفنا يعني القاعات مع الاحتياط أيضا ثم نضغط موافق ثم موافق ثم هنا أيضا موافق هنا أوكي ثم يمكن لنا نسخ نفس الحصة لأن المفروض أننا نعود العملية مع جميع المواد كان غادي ندير مثلا نسخ إلى أستاذ آخر نختار هو نفس الأستاذ ثم تغيير بالنسبة للمادة ندير المادة الموالية المعطيات الأخرى احتفظ بها نفسها موافق موافق ثم نسخ لأستاذ آخر كنخلي دائما نفس الأستاذ حتى كنكمل ليه جميع المواد المادة الموالية ثم موافق ثم نسخ إلى أستاذ آخر دائما الأستاذ الأول ثم تغيير المادة المادة الموالية إذن بعد إضافة جميع الحصص يعني هنا كأن الأستاذ سيدرس جميع المواد معدل حصة واحدة لكل مادة بعد ذلك نقوم باختيار الحصة الأولى ثم تنضغط على Shift ثم الحصة الأخيرة يعني باش نختار جميع الحصص ثم نقوم بنسخها إلى أستاذ آخر ثم هذه المرة سأقوم بنسخ هذه الحصص لجميع الأساتذة إذن غادي ندير الكل وغادي ننقص الأستاذ اللي ضفت لي هذه الحصص يعني الأستاذ رقم واحد ضفت لي الحصص بشكل يدوي ثم موافق ثم إغلاق هنا إلى لاحظنا غادي نلقاو بأن جميع الأساتذة تضافوا عندهم الحصص بمعنى أي أستاذ اختاريت مثلا غادي يلقى عنده 7 ديال الحصص بمعدل يعني حصة ساعة واحدة المدة ديال ساعة يعني حصة واحدة المدة ديال ساعة واحدة بالنسبة لكل مادة يعني كل أستاذ خصو يحضر أو يحرص يعني بمعنى غادي يحرص أو يكون احتياط في كل مادة من جميع المواد ديال الامتحان بعد ذلك غادي نمشي للمواد
وغادي نحدد الوقت اللي مفروض ان تنجز فيه الماده. اذا غادي نضغط على الماده مثلا الاولى يعني اللغه الاجنبيه الاولى. بالنسبه للغه الاجنبيه الاولى غتكون في الحصه الاولى من اليوم الاول. اذا غادي نمشي للتفريغ والانتداب وغادي نحيد الاوقات الاخرى. غادي نخلي لها فقط الوقت اللي غادي تدوز فيه اللي هو اليوم الاول الحصه الاولى ثم موافق. من بعدها عندنا التربيه الاسلاميه يعني الحصه الثانيه من نفس اليوم. غادي نختار التربيه الاسلاميه التفريغ والانتداب ثم غادي نخلي الحصه الثانيه من نفس اليوم موافق. ثم بالنسبه للرياضيات غادي تكون الحصه الاولى من اليوم الثاني التفريغ والانتداب الحصه الاولى من اليوم الثاني. ثم كنكمل بنفس الطريقه مع باقي المواد. بالنسبه للغه العربيه وادابها كاينه يعني هي الحصه الاولى من اليوم الثالث. الحصة الأولى من اليوم الثالث. ثم بعدها عندنا اللغة الأجنبية الثانية. اللغة الأجنبية الثانية غادي تكون هي الثانية في اليوم الثالث. ثم التاريخ والجغرافيا في بداية اليوم الرابع. ثم الفلسفة هي الحصة الثانية اليوم الرابع. اذا بهذه الطريقة كنكون حددنا ان كل مادة الوقت اللي غادي تكون فيه. بعد الانتهاء من تحديد اوقات جميع المواد او تفريغ وانتداب بالنسبة لجميع المواد نذهب إلى قاعات. ثم نبدأ بالقاعة الأولى ثم نختار القيود. هنا في الأسفل عدد الحصص التي يمكن أن تكون في هذه الحجرة الدراسية في نفس الوقت. هنا غنختار حصتين. حصتين يعني باش يكون عندنا أستاذين في الحراسة في نفس القاعة. في حالات أخرى مثلا إذا كان يعني الحراسة غيكونوا ثلاثة ولا أربعة ديال الأساتذة. المهم أن العدد الأقصى اللي كاين هنا هو أربعة. اللي تيهمنا الآن هو اثنان بمعنى جوج ديال الأساتذة اللي غيحرسوا في كل قاعة في نفس الوقت. ثم موافق. هنا هذه العملية خصنا نعاودوها مع جميع القاعات اللي عندنا. دائما بالنسبة لكل قاعة قيود ثم نختار عدد الحصص يكون اثنان في نفس الوقت. ونكرر العملية كما قلت مع جميع القاعات. إذن بعد إنهاء هذه القيود بالنسبة للقاعات نضغط هنا زر إغلاق. ثم نذهب إلى العلاقات ونختار إعداد متقدم. ثم نوع العلاقة بين البطاقات. نبحث عن العلاقة لرمز ديالها دياز 52. بالنسبة لهذه العلاقة فيها العدد الأقصى للحصص في الأسبوع في الحجرات الدراسية التي تم اختيارها. الرمز ديالها 50 دياز. بالنسبة للعدد تنديرو
واحد. شنو معناه؟ معناه ان يعني العدد ديال المرات اللي ممكن يشتغل الاستاذ في نفس الحصه في نفس القاعه هو واحد، يعني كل قاعه يمكن يشتغل فيها مره واحده. ثم هنا نترك الاختيار تطبيق على الاساتذه الذين تم اختيارهم. ثم بالنسبه للاساتذه نختار الكل، يعني هذه العمليه تطبق بالنسبه لجميع الاساتذه، موافق. ثم بالنسبه للحجرات الدراسيه نختار الحجره الاولى فقط، ثم موافق، ثم موافق مره اخرى. اذا هذه العلاقه هي بالنسبه للحجره الاولى فقط، نختارها ثم نقوم بنسخها ونغير يعني جميع المعطيات هي نفسها، سنغير فقط الحجره، نختار الحجره الثانيه، ثم موافق، ثم نسخ مره اخرى، نعيد العملية مع جميع الحجرات، فنختار هنا حجرة ثالثة ثم موافق، ونكرر العملية مع جميع الحجرات الدراسية، الحجرة رقم 4 موافق موافق، ثم الحجرة رقم 5 موافق، ثم الحجرة السادسة، وهكذا مع جميع الحجرات. إذا الحجرة السابعة ثم الحجرة الثامنة ثم الحجرة التاسعة، إذن هذا بالنسبة للحجرات التي ستكون فيها الحراسة فقط، يعني في حدود الحجرة العاشرة، الحجرة العاشرة موافق. ثم الآن نسخ، بعد الحجرة العاشرة سأختار جميع الحجرات التي أعطيتها اسم احتياط، بمعنى جميع القاعات يعني الاحتياط بشكل عام، كنختار جميع القاعات اللي كيمثلوا بالنسبة لي احتياط، يعني الأستاذ كم عدد الحصص التي يمكن أن تكون احتياط بالنسبة له، العدد الأقصى. إذا نختار حجرة الاحتياط موافق، وهنا هذا العدد هو اللي غادي نغير على حسب عدد الحصص اللي غادي ندير مثلا بالنسبة لكل أستاذ أنه يكون احتياط. إذا لبغيت يكون احتياط العدد الأقصى أو عدد المرات الأقصى اللي يقدر يكون فيه احتياط هو واحد، خلي هنا واحد. إلا بغيت مثلا نعطيه احتياط كحد أقصى هو ثلاثة ديال الحصص، يعني فات سبعة ديال المواد يقدر يكون احتياط في ثلاثة منهم، اختار ثلاثة. غناخدو بالنسبة للمثال ديالنا مثلا غناخدو جوج، يعني بالنسبة لكل أستاذ العدد الأقصى ديال الحصص اللي يقدر يكون فيهم احتياط هو اثنان. إذا لاحظنا هنا خلينا جميع الحجرات اللي كيمثلو لنا الاحتياط، والمعطيات الأخرى نحتفظو بها، ثم موافق، ثم هنا نضغط موافق. بعد إنهاء هذه العملية نذهب مباشرة إلى الاختبار، الاختبار الجدول. ستلاحظون أن العملية تتم بسرعة إذا لم يكن هناك خطأ، إذا تتم العملية بنجاح. ثم نمر إلى المرحلة المولية من خلال الضغط على موافق. الآن بالنسبة للإنشاء سنختار يعني الشروط الأقل، يعني تعقيدة الإنشاء عادية، وبالنسبة للقيود نختار دقيق. ثم نضغط على البدء في عملية إنشاء الجدول. إذا تمت عملية إنشاء بنجاح يعني بسرعة. لمعاينة النتائج سنلاحظ أن المساحة يعني في وسط الشاشة لا يظهر فيها أي شيء، يعني هذا الجدول بالنسبة للكل، بما أن الفصول غير موجودة يعني لا تظهر النتائج هنا، ولكن يمكن معاينتها من خلال الذهاب إلى معاينة الطباعة. في معاينة الطباعة يمكننا نختار جداول حصص مفردة للأساتذة مثلا، إذا هنا عندي توزيع الحصص بالنسبة للأستاذ الأول. لمعاينة القاعات، لأن التي يهمنا هو توزيع القاعات، إذا
نضغط هنا بزر الايمن، ثم بدل المادة نقوم بحذف يعني الاظهار ديال المادة، وبالنسبة للحجرة الدراسية نختار الوسط، ثم نغير الخط ليصبح الحجم ديالها بشكل اكبر. وعندما يصبح الحجم الكتابة واضح نضغط موافق، ثم موافق. نلاحظ هنا ظهور أرقام القاعات، لكن بالنسبة للاحتياط يظهر فقط ألف، لأن القاعات عند تسجيل القاعات في البداية عندنا الاسم والاختصار، بالنسبة للاختصار كاين فيه فقط ألف، ومادام بالنسبة للقاعات هنا هو يعني تيبين لنا فقط الاختصار. باش تكتب لنا مثلا هنا احتياط غادي نرجعوا للقاعات، اذا اغلاق معينه ثم حجرات، نرجع مثلا الحجره. بالنسبه للحجرات من 1 حتى 10 ما كاينش فيهم اشكال، لان الى درنا التحرير غادي نلقاو بان الحجره رقم 1، اختصاره ايضا هو رقم 1. بالنسبه للرقم 10 تحرير نصلحوه، اختصار ايضا نديرو فيه رقم 10. بالنسبة للاحتياط هي اللي كاين فيها مشكل، غنعاودو نفس الاسم نديروه في الاحتياط. بالنسبة لهذه العملية راه يمكن لينا نتفاداوها من خلال كتابة الاسماء والاختصارات في الاكسل في البداية، ثم نسخهم بشكل يعني مجموع في مرة واحدة. الاحتياط الرابع تحرير نسخ ثم تسخ موافق. اذا هنا عندي الاسم والاختصار متشابهين، ثم غادي نديرو اغلاق ونرجعو للمعاينة. اذا لاحظوا هنا النتيجة. إلى ما بيناش نفرقوا في هذه الصفحة بين الاحتياط، نقدروا في الاختصارات ديال القاعات ديالنا ما نكتبوش احتياط ورقم، نكتبوا فقط احتياط، غيكون عندي هنا احتياط وهنا احتياط بغض النظر على الرقم 3 ولا 4. إذا كنلاحظوا عندي الأستاذ الأيام ثم القاعات، يعني مثلا يوم الاثنين الحصة الأولى غيكون عنده احتياط، الحصة الثانية أو المادة الثانية غيكون في القاعة 5، يوم الثلاثاء كاين حصة واحدة غتكون عنده في القاعة 3، وهكذا بالنسبة للباقي الحصص. إلى لاحظنا هنا الأيام عندنا 2 3 4 5، وبالنسبة للامتحان غادي يكون 4 5 جمعة سبت. إلى كنا محتاجين هذه العملية باش تظهر الشكل ديالها صحيح، يمكن لنا أيضا نرجعو الأيام، يعني غادي نمشي للمدرسة ثم إعادة تسمية الأيام. نقدروا نخليوهم بالاسم مادام عندنا في لافيشاج، غادي يكون عندي غيتأفيشا الاختصار، نقدر نبدلهم بجوج ونقدر نبدل فقط الاختصار. يعني هنا غادي ندير تحرير ثم غادي نغير الاسم، مثلا إذا الامتحان عندنا غيبدا بالأربعاء، إذا اليوم الأول غيكون هو الأربعاء، ونعاودها نفسها في الاختصار موافق، ثم نكرر نفس العملية تحرير بالنسبة اليوم الموالي نديرو خميس. ثم الجمعة ثم ثم خير هو السبت. إذا
إذن الأربع أيام اللي عندنا غتكون هي الترتيب الأربعاء الخميس الجمعة والسبت موافق ثم أوكي ثم نعود إلى المعينة ها يعني الأسماء تغيرت إذن الأربعاء الخميس الجمعة والسبت ثم نشوف أيضا بالنسبة للباقي الأساتذة يمكن أيضا معاينة القاعات يعني جدول هو ملخص جدول حصص الحجرات الدراسية نفس العملية اللي درنا قبل إذن هنا عندنا أرقام حجرات وفي الأعلى الأيام الحصص الأولى الثانية الثالثة إلى آخره غادي نضغط على سير الأيمن على بي يعني كاين عندي في المكان في المفروض يكون اسم الأستاذ إذن غادي نضغط بسير الأيمن ثم هنا بالنسبة للأستاذ غادي ندير طباعة الاسم بالكامل لأن بي اللي تنشوفه في الجدول عندنا هو الاختصار بالنسبة لأسماء الأساتذة يعني هنا كاين إما كنجي لهنا وتندير طباعة الاسم بالكامل أو في البداية من صيغة الأسماء ديال الأساتذة كان يمكن لي ندير دو كولون في الإكسل ونعود فيه نفس المحتوى بحيث أن الكولون الأولى تكون الاسم والكولون الثانية تكون الاختصار ديال الاسم نفس الشيء يمكن لي هنا نغير من الحجم ديال الخط باش يكون واضح موافق ثم موافق كنت لاحظوا أن القاعة الأولى مثلا في الحصة أو في المادة الأولى غيكون فيها بروف 12 وبروف 26 في المادة الثانية غيكون عندي 10 يعني بروف رقم 10 ورقم 13 هنا درت أرقام بدل ما نكتب الأسماء يعني في هذه الصفحة كنلاحظوا عندنا القاعات من 1 إلى 10 وتتم تكون في الصفحة الثانية إذن هنا الصفحة الثانية يبقى فيها القاعات ديال الاحتياط إلى لاحظنا هنا كان عندنا واحد المشكل وهو مثلا هنا كان عندي أستاذ واحد في الحراسة يعني القاعة 6 في الحصة الثالثة عندي بروف 10 بوحده السبب ديال هذا المشكل هو العدد ديال الأساتذة اللي عندنا مع العدد ديال القاعات قلنا في البداية افترضنا بأن العدد ديال الأساتذة 27 وبناء عليه باش يكون عندي جوج أساتذة في كل قاعة بما في ذلك احتياط درنا 14 القاعة على أساس 10 ديال القاعات و 4 ديال القاعات اللي كيمثلوا لنا الاحتياط إذا باش ما يبقاش عندي كل مرة احتمال تكون قاعة فيها أستاذ واحد العملية اللي كنا درنا بالنسبة للقاعات غادي نرجعوا نغيروا مثلا في القاعة الأخيرة هذا الاحتياط 4 غادي نديروا بان الحصص اللي ممكن يكونوا فيها هي حصه واحده باش في النهايه في الجدول غادي نلقاو هنا قاعه 4 دائما تيكون فيها استاذ واحد لان الاساتذه عندي 27 والقاعات كاينين 14 يعني المفروض الا كانوا الاساتذه 28 ما غيكونش عندي هذا المشكل في الحالات اللي تيكون عندي العدد ديال الاساتذه فرضي يعني كيكون ناقص واحد باش نعمر القاعات مع القاعات الافتراضيه اللي غنعتبرها احتياط العملية بسيطة غادي نرجع لوحدة من القاعات ديال الاحتياط غناخد انا الأخيرة مثلا الرابعة إذا غادي نرجعو للحجرات الدراسية نمشي للحجرة الأخيرة القيود وهذا العدد اللي درت فيه جوج كان خصني نخلي فيه واحد يعني عدد الحصص اللي يمكن تكون في هاد الحجرة الدراسية في نفس الوقت هو واحد فقط يعني باش يكون فيها دائما أستاذ واحد ثم إغلاق ثم نعود العملية ديال الإنشاء يعني ندير إنشاء جديد ولا يمكن نعود ندير اختبار عاد ندير إنشاء نمشي مباشرة للإنشاء إنشاء جديد ثم نبدأ في عملية الإنشاء موافق إذا هنا تعودت عندي العملية وغادي يكون عندي جداول جداد إذا رجعنا هنا للمعينة كنلاحظوا هنا كل شيء ولا فيه جوج ديال الأساتذة إذا مشيت للصفحة الثانية كنلاحظوا بأن القاعة 4 دائما كيكون فيها أستاذ واحد لأن 10 و 3 هي 13 و 2 هي 26 والأستاذ اللي يكون هنا هو رقم 27 اختار باش يكون عندي لافيش باين غنختار مثلا هنا الألوان ثم في الجدول اللي عندي الآن هو فيه القاعات المفروض غنستعمل الألوان ديال الأساتذة باش يبان لي كل أستاذ فين تيكون في الحراسة إذا هنا نختار وندير علامة في طباعة الألوان ونختار هنا الأستاذ يعني اللون الخاص بي الأستاذ ثم نضغط موافق نلاحظ هنا إضافة الألوان تساعدنا باش نعرفو أو نشوفو كل أستاذ فين تيكون
نقدر نديرو نفس العملية بالنسبة للجدول الآخر اللي هو جداول حصص مفردة بالنسبة للأساتذة. هنا بالنسبة للأساتذة كنضيف أيضا الألوان، لكن هنا تنختار طباعة الألوان وتنختار الحجرة الدراسية، لأن غيكون عندي الأستاذ عنده حجرة دراسية باش يبانو لي الألوان ديال القاعات. إذا كنشوف بأن كاين عندي ألوان مختلفة بما أن مكاينش تكرار ديال القاعات عند كل أستاذ، يمكن لي نكمل مع جميع الأساتذة المعينة بشكل عادي.